الميك اب والشعر، اذا احنا نعوف هسه الميك اب نجي على الشعر، الشعر فيه ستايلات كثيره، كثير من البنات حتى ما يعرفون كيف يشسرون شعرهم بهاي الطريقه الصعبه. انت ممكن شلون تعلمتي؟ يعني اكو احد علمك؟ لو انت خلص لزمتي لزمتي وشسورتي وقمتي تلفين شعرك والتسريحات البسيطه اللي ممكن احنا نسويها بالبيت. بالبدايه كنت من ادخل يعني مركز تجميل او الصالون قبل الصالونات انتبه عليها من طريقة شسوارها وكذا. بالإضافة لخالتي ووالدتي الله يرحمها كلهم بالبيت قدامي، فتعلمت أخذت شوية، بعدها قصيت شعري بوي. لعبت بخلقتي لعبت بخلقتي، ظليت أصبغ شعري بيدي بدون مراكز تجميل لحد ما يعني كافي شعري قام يبكي. فتعلمت كل شيء، هسه أني يعني أقدر أسوي تسريحات البنات خالتي والصديقاتي. طيب تاخذ منهم فلوس؟ لا كل شيء فلوس، انا سعيد استغلال. زين.